تصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب. أنا بابا شهيد، قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين على زمان بابا، بس هلأ كل شي خرب، صار بابا محل ونحن بمحل، احنا شو زنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عند اللي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل هو بردان؟ طبعا لا، شو زنبنا احنا؟ كل الأولاد اللي عندهم أبهات عطولها بيناموا، عطولها بيناموا دفيانين. من مدينة كونفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. لنبدأ من هذه الطفلة سيد رامي، هل تحدثت عن لسان آلاف السوريين الذين هم الآن يقبعون منذ مدة على الحدود السورية وفي داخل الأراضي السورية؟ حقيقة الأمر، وأنا يعني قبل قليل كنت أتحدث مع رجل متقاعد، يعني رجل بالأكثر من 70 سنة من عمري، وهو يبكي وقال والله راتب 80,000 ليرة وما عندي أكل وإشرب. طيب ساعدنا، قلت له والله يا أخي والله ما يعني مؤسسة إغاثة، حوادث كثيرة من هذا النوع موجودة في كامل الأراضي السورية، عندما يبكي المسن ولا تستطيعين مساعدته يؤلم أكثر من هذه الطفلة. أيضا أطفال كثر لا يملكون ما يأكلون، ولكن أب رب الأسرة عندما لا يستطيع فعل شيء لمساعدة أطفاله هنا يأتي القهر حقيقة الأمر، هنا يأتي المزلة عندما يتسول الرجل الذي كان ضابط متقاعد في قوات النظام من أجل أن يأكل ويشرب، عندما يتسول المدير مدرسة، عندما يتسول من كان لديه إمكانية للعيش. سيد رامي، هذا هو حال السورية. نعم، المبعوث الأممي حذر من سوء الأوضاع، ماذا بعد التحذير؟ ما قيمة التحذير دون أن يقدم خطوات ملموسة؟ هل لديه شيء يقدمه لهؤلاء المحتاجين؟ لا قيمة إلا أن يعطي الأمل لبعض المحتاجين. ما أهمية الأمل؟ ما قيمة الأمل سيد رامي؟ لا كل وعود كاذبة. منذ أنا تحدثت عن لقاء مع دمستورا في عام 2016، جميعها وعود كاذبة. الآن الأوضاع أكثر مأساوية للشعب السوري، نحن دخلنا في مرحلة يعني مخيفة. الآن المواطن السوري يبحث عن لقمة العيش، الآن في هذا الفصل الشتاء دخل لا يوجد مازوت للتدفئة لدى السوريين. اليوم نشرنا خبر من عفرين، فصائل الجيش الوطني تقوم بقطع أشجار الزيتون وسرقتها من أجل بيعها كحطب. لذلك أقول لك الأوضاع كارثية بامتياز. هذه الطفلة أبكتنا وأبكان النساء والشيوخ مع الأسف. طيب هذا بالنسبة للوضع الإنساني، ماذا عن الوضع الأمني والميداني خلال الساعات الماضية وحتى الآن سيد رامي؟ ما خلفه القصف التركي حتى الآن؟ القصف التركي هو أيضا يدخل المنبر الإنساني. عندما نتحدث عن حرب إعلامية مستمرة، ما أنا راجعت أمس يعني مقابلة مع الأستاذ حسين الشيخ في 26 شهر مايو أيار، كان هناك تهديدات باجتياح شمال شرق سوريا، هناك نحو 5 ملايين مدني سوري يخشون هذه التهديدات الإعلامية. كان قصف تركي على ريف حلب الشمالي، وقبل قليل قصف على عين عيسى، وانتظار القذائف في ريف الحسكة الشمالي. لذلك أقول بأن الحرب الإعلامية التركية هي أقصى شدة على المدنيين السوريين في هذه المناطق. من تأتيه القذيفة يقول بأنني أنزح أو أموت، ولكن من ينتظر القذيفة هنا الصعب في ظل هذه الحرب الإعلامية. إلى الآن الوعود الروسية، وقبل دقائق كان هذا الأمر مؤكد لدينا، الوعود الروسية خلال الاجتماعات والوعود الأمريكية، لا يوجد عملية عسكرية تركية على الإطلاق، ولا يوجد ضوء أخضر لتركيا لتنفيذ عملية عسكرية تركية. كل ما هنالك روسيا نقلت مطالب لتركيا بأن قوات سوريا الديمقراطية القوات العسكرية فقط ستنسحب من عين العرب كوباني، وتنتشر قوات الأمن الداخلي الأسايش في تلك المنطقة، وتنتشر قوات النظام. نحن لا نريد الحرب، نريد أن نطمئن المدنيين بأنه لن تكون حرب،
وأن كل شيء يخرج في الإعلام من أردوغان ليس حقيقة إلى الآن، فقط هو إعلامي. طيب طمأنتم المدنيين، لا يوجد هجوم بري على تلك المناطق، لكن ماذا عما يجري الآن؟ هل هناك أي مباحثات دبلوماسية بين جانبين السوري والتركي لإيقاف هذه الهجمات المدفعية على أقل تقدير سيد رامي؟ بشكل قطعي الروس هم الضامن الآن، ليس الأمريكيين. الأمريكيين ضامنين في محافظة حسكة، ولكن الروس هم الضامن في منطقة شمال حلب وشمال الرقة، وهم الذين وعدوا قوات سوريا الديمقراطية بالعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية. شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا من إيضاحات من مدينة كونفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.